إيه اليوم على شي أخبار مبايدة، شي أخبار شي يلسه. ما قلت لها سلام عليكم ولا قلت لكم شي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير. أدري أنه وايد متأخر الوقت، لكن مش معنى أني ألقط الدورة منكم ولا أصبر عنكم. يا غير الله يحافظكم، اليوم ختلت ختلة، مشيت الصبح وجلست وسولفت شوي وانا من عقب الصلاة وعينت من الله خير. يا غير تلينت شوي وخذتني الرقدة، ختلت يمكن ساعتين وناش قبل ساعة، ولين تسبحت ولين تلبست ولين ما ادري شو صلاح طحنت وحدة، ولا لا 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 خوت تحت لين حينة مشغل اليوتيوب على أغاني مال العراق وشال الدنيا فوق راسه، مثل ما عودتكم عصمتكم الحبيبة. الفعاليات ما توجف، أسبوع هذا شيء فعالية إن شاء الله في منطقة الضفرة. شو الأخبار وشو العلوم وشو الهست وشو الترتيب وشو الفعالية، شو مسماها وعلمها وخبرها وفترتها. هذه فعالية من الفعاليات اللي فوق عن المميزة، ولا توجد إلا في دولة الإمارات فقط لا غير. فعالية مميزة مش موجود شراتها فعالية، وإن شاء الله بتشوفون كل اللي يسركم إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحين شيء جميل ومميز ومتعوب عليه ويعدله من سنة كاملة ومن كذا سنة. بخبركم على كل النواتج وطريقة الوصول إلى الفعالية ومتى وكيفية شغلة. اليوم بالذات شيء اجتماع في جزيرة ياس، بيكون الجماعة هل بالفيلم، ما قلت لكم بيستوي فيلم، فيلم متى ساعة ونص تقريبا، فيلم بكون أنا موجود فيه، فيلم عربي إنتاج إماراتي، مخرج إماراتي، منتج إماراتي، تصوير في إماراتي الحبيبة. فلذلك إن شاء الله بيكون إبراهيم توفيج من أحد الممثلين في هذا الفيلم، وأنا شيء طبيعي ما يبقى الكلام. إي والله، لكن عاد اليوم بنعطيكم الخبر الأكيد 100%، ما يندرى شو العلم شو الخبر. اليوم بنجتمع ويا الجماعة كلهم، وبيكون في إعلام وبيكون في تصوير وبيكون في رمستن وايد، هذا كله اليوم بيسوي إن شاء الله. بنعطيكم الاخبار كلها اذا الله راد. يلا بنام سعد بعد تعيدون هالنعال، هاي النعال هاي الله يحفظكم اللي قاوت على الشو على الوديان يوم في روس ليبال. يا حسير ويا تل وديان والحصية، لكن محلي ما عولت، لكن خليت تحين حق الشو حق البيت، يعني حق البيت يعني، وبسير في الحوي ولا شرق ولا غرب. زين يلا بنام سعد الحين ما ننزل عن الصباح. ما شاء الله عليك يا ابو تعال بنت كنديشن. السلام عليكم صلاح، جود مورنينج، صباح الخير. هذا يقول لكم من عجائب الدنيا. شو حبه الرطبه هي هي جيبه تبع الحي العود انت. ايه ان شاء الله حبيبي، يلا انت اول من البطل هذا. هي هي ابا عجبه عجبه ما شاء الله. هالي اقول لكم شيء عندنا من خلا نتري الافاده، هاي جايتني جايتني صار مصغيرونه من انا ما اريدك تخرفها. انت ليش خرفته اليوم؟ شو باكر هو الاثنين بكره ورا بكره، هذا لا تخرفه. زين ما يشيل. كم واحد عندنا؟ كم نخل هذا نمونه؟ هذا نمونه واحد بس عند باب. هي هذا بس وحده. هي هذا هي وايد حنا نمبر 1. يبها اكبر من هذا شويه، يب واحد كبير كبير روغك اصبر. فاقولكم هاي الصرمه جايتني عند سالم التاي، لكن ما اعرف شو اسمها، لكن والله يا ابوكم اللي بيطعم انقرمته هي بسره يا غير ناريل، من تسحح شويونه كانك ابوي تاكل ايس كريم شكر ريج، شكر طعم بسرته شكر، البسره طعمها شكر. يلا شب هناك كبلا. هي بعاد يلا عاد بسرعه انقفض انت الشامبي.
يلا يبه فوق واحد واحد صباح خلاف انزين. فأقولكم عجبه عجب رطبها هذه عجبه رطبتها عجبه لكن ما أعرف شو هي الخلاص. وكل هذا الحمد لله خير فضيل. نحن ما نتكلم عن هذا، نتكلم بالذات عن البسرة هذه. هذه عجبه عجبه شكر شكر ما أبالغ يوم أقولكم شكر. ليش تبغى يروح؟ هذا شو يا غلام؟ شامبي هذا شامبي شو أخبار اليوم؟ الحمد لله بابا تمام. ما في أخبار مني منك؟ لا ما شاء الله. ما صرت مكان. شو سويت شغل اليوم؟ شو سويت شغل؟ اليوم أنا أي مكان شوية شوية هذا تنين شو اسمه هذا زحف كونر كونر. كنار هي. هذا أنا هلي فوق أتي مربى. هي. الغاز مالوتا. هي زين ماشي شيل التمر هذا باشي التمر هذا بغاتي ماي يعني اي مكان حربانه مصير تغطي. شو ظنك صراحه صدق ولا خرطي؟ خسيت اول قول خرطي قلتي اي عربي صراحه يتحراني انا باكلها رطبه ابوي ها مال ديناصورات الرطبه صلاح ما شاء الله. صبر صلاح بتموت. لا شوية. شو شوية؟ ما بالصغار هاي هاي مال ديناصورات صلاح. لا صلاح بتموت. لا لا حب كل نص النص. إيه. حنايا هوريو. زين سر عاد أنت سر. يا الله يا الله يا الله يا الله. وين؟ ها وين؟ تعال يا تعال يا تعال يا. وين ياي وين سرت وين جيت شو سويت شو ما سويت بيت هلا بس انا صلاح شو سوي بيت بس بيت هنا يروح بس يجي هنا هي ما في ثاني بس بيت بس بيت ما صرت اي مكان بابا سكر انت موبايلي انا سكر ايه؟ زين ما سمي سكر صلاح تغدى عدى اليوم من زمان ما تغديت عندنا شو كلام بس كلام بس كلام هوا ماشي كيشو هوا ماشي جديد يا خالي تواير بلى تعرف زي سر حط له هوا جديد يا خالي بدلت تواير ادادك وهي كم واحد سنة حين سنتين خلص هو زيادة بدل رقم جديد يلا ظهر في بيزات والله 100 تواير تاير واحد بألف ما ادري بألفين الحين بكمل هالسياره احنا اخذتوها سنه لو سنتين سنه ونص سنه ونص يا بدلوا تواير حبيبي لازم هذا في حار بس كم مشت سيارتكم لا لا ما تشرب انت يلا عاد بسرعه يا البيزات حابس واحد كم واحدة من هاي؟ واحد قبو صفرين لا هذا 100 في 100 صلاح شوف خيب قبو 50 اكثرهن هذا هاروح حني ابوك يجيب سياره شوف هذا لا زين قبو 10 ردهن خلص صغير بشاشير خلي يجسم عليهم صلاح ما بتعطيهم على عشر؟ ابو صالون زين ما صالون ماكو ماشي ها؟ كل يوم هو المعاش لا ما لا ها؟ امس اعطينك المعاش كامل في الشهر بالعربي والانجليزي؟ وين؟ شو جديد النعال؟ المبارك بالبركة بالبركة بالمبارك عليك بالمبارك 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 تستاهل مبروك ما دبرت لا لا بيبونهن بيبونهن تفصيل مسوي لك شيء خصوصي يلا يلا بركة يلا يلا سلام تعال اي يلا عاده السلام عليكم عليكم السلام عم وين
على بيت مبارك الخبيصي. هذا الخبيصي القبيسي. قبيسي يعني. إيه وهذا؟ هذا سمك. يا سلام. شو حديث يو بيسألو بيهم الشيء البسيط تسموه بيننا وبينهم هايران يحافظ عليهم ما زين لها البديحات. يا سلام. شكرا شكرا يا إيران المسرة، شكرا يا إيران اللي محد شراتكم في الدنيا، يا زين همنيره يسعد حظي فيكم. قولهم شكرا. شكرا وشكرا. بعد واجد؟ ايه. هل يبوي وحدة هنتين ثلاث شوهن مشواي. زين؟ وهاي خلها بعد خاري حق بكرة بعد مشواي، لا تحطها في الفريزر. زين؟ لا تقول ما قلت لك. تبين انتي بدح؟ تعيش تسوي؟ شو هن الخمس هاي؟ هذا خمسة سوي. إيه خمسة مشويات. أوكي لا تنسى. أوكي. شكرا. عفوا. تقدر تخلي من هذا الطب طويل لين خلاص؟ لين بعد تنين يوم؟ بكرة ما يخرف. ورا بكرة لا تخرف. أيوة. بكرة بعد بكرة. بكرة الثلاثة الأربعة يمكن أريدك تخرف. إن شاء الله. إنزين؟ إن شو أخبارك؟ ما في ما شيء بتخبرني؟ ما بتقولي اخبار مني ولا مني؟ لا ما شيء اخبار؟ ما حد جاب لك موبايل هديه؟ اي ما شاء الله ما واجي مشان موبايل. وليش ما خبرتني؟ انا علي انت واحد من الصبح لين الحين اربع مرات شايف انك ما شاء الله جزاك الله خير ماما ولا في موبايل مشان روحك يا ابوك ولا كلكم؟ كلكم. ايوه كلكم اتمنى كل ما شاء الله. الله اكبر. وليش ما خبرتني؟ انت استويت كذاب وكذو. بابا كذاب. اوكي شامبي ثانك يو. شو اسم التليفون؟ هويه. هي ما ادري انا ما اعرف اسمه. هي زين شات تمام رقم واحد والله. شو اسم؟ هويه. هي زين شكرا. جميع العرب اللي تخبرون عن طريقة انضاج الهمبة مرة ثانية، أنا الفيديو عندي مال العام وحين بنزله لكم مرة ثانية، وإن شاء الله أنكم بتستفيدون من هالطريقة. لكن لا تنسون لا حد يصير يعسف همبات كاملة، لا لا بد أن الهمبا يكون بشر شيء من أطرافها، بشر شيء منها، أربع حبات، خمس حبات، ثلاث حبات. من تبشر الهمبا فمها اعسف الهمبا لا تخلي فيها ولا حب، وبتشوف الطريقة الكمار الهمبا وطريقة تقطيع وش قال ينضج وش قال يسوون، هذا كل بتشوفه في الفيديو الجاي إن شاء الله. هذه الله يحفظكم طريقة من تبشر الهمبا، تبشر بهالطريقة يسوون على ما تشوفون. هذا ها شمروخ كامل ها هذه خلوه خلاص يوع الهمبة كامل ما خلوا ولا وحدة. صبري هني نحطها هني كله يقطعونها ما يخلون ولا وحدة. قطعوه كامل شماريخ شماريخ ما يخلون ولا واحد. أعطيكم طريقة انضاج الهمبة، طريقة انضاج الهمبة خذوها. يلا عاد انت خلصي عاد. ها طريقة انضاج الهمبة. يلا يبي من هال خلا خلاقين هاي لك وين الفود الفود فهذين عبني. يلا فرشي كم وحدة هاي. ايوه لحظة ايوه يلا. بعد ثانيات ايوه يلا ايوه شوف لحفوا هنما قمطوت قميط قمطوت قميط لحفي بعد في ايوه يلا ايوه يلا شليه وديها ودي ستور ستور.
إيه. الستور ما يكون فيه مكيف ضروري على الله يحفظكم مرور 8 أيام هذا الوضع اللي تشوفونه تحيدون الهمبة اللي قطعناه مده طالعوا شو غادي وهادو ها على ما تشوفونه تحراه مح بيض شمنه لأن غاز الأثولين الهمبة يوم يتقطع يوم توى بداية نضوجه توى بادي ينضى وتوى بادي يبلغ تقطع وتكمره في مكان في يونية ولا أي مكان شيء غاز يظهر من اسمه غاز الأثولين غاز الأثولين هذا إذا تكمره في مكان واحد تنتشر ريحته وقوته وتسوي حلاوة في الهمبة إذا تخليه فمه الهمبة غاز الأثولين ينتشر في البيت كامل فلذلك تلقط ريحة البيت كلها همبة لكن إذا تكمره بهالطريقة بهالمنضج بهالطريقة يبلغ ويغدي أحلى وأحسن وتفتك من ذبابة الفاكهة وتفتك من أنه يغدي معفن من داخل فلذلك هذا اللي تشوفونه هذا أمه وهذا أبوه وهذا الهمبة اللي قلته ما بيبلغ وهذا كل شهر كل شهر نجيب لكم خبر وعلم جديد من مميز من نون يا غير الشهر هذا الخبر أبوي اللي بيكسر الدنيا كلها يعينكم أبوي حبسوا نامي يعينكم أبوي طهف طهف نون مسويت لكم طهف في التخفيضات مسويت لكم طهف في العروضات مسويت لكم طهف في مدة العروضات مسويت لكم طهف في كل شيء يوز مستوي مسويت لكم نون شيء معدي شيء لا صار ولا استوى كل هالمواقع ما سوت إلا نون سوت لكم شيء لا صار ولا استوى اليوم وبكرة وورا بكرة يعني 4 أيام على تلا ما عادة يخبروننا قبل الموعد بيوم اليوم قبل الحشر بعشر ياينكم أبوي سونامي التخفيضات وسونامي الفعاليات وسونامي الشيء الفنان اللي في الدنيا العودة كله أبوي جابت لكم إياه نون دق الحديد وهو حامي ادخل ابوي سيدة تطبيق نون بتلقط ابوي كل ما يسعدك ويسر خاطرك من تدخل التطبيق بتلقط ابوي الخصومات من 10 إلى 70% هاللي قلنا لكم عنه 70% حقيقي مش 70% ما سربجي لا 70% حقيقي والخصومات اليوم وبكرة وورا بكرة واكيد اول بادي السعودية وثانيا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقائق الهنتين الكبرى والصغرى والله يحفظهن ولا يفرق ما بينهن دب الحياة يا رب العالمين كل شيء تحتاجه وتريده موجود أبوي عندهم اللي تحتاجه للعزبة للبيت للمكتب للمزرعة للشاليه للبانوش للطراد لليخت كل شيء تباه موجود حق أي نوع من أنواع الاستراحات أي شيء أنت تعيش فيه ويخص الإنسان موجود من جوالات اللي هن الموبايلات والتليفونات الملابس الجاهزة الأجهزة الإلكترونية العطورات كل شيء أصلي ترى أصلي على على بطنه وظهره ما شيء أبوي اللي يقول لك سر وتعال أصلي أصلي ولايتي لنق ما شيء شك ولا 1% بضمان أبوي أنه ظاهر من دولة الإمارات من استورات المملكة ما يوجد التغليل ولا يوجد اللي مشكوك في أمره كله فنان وزين ورقم 1 في بيت العين أنا كنت يعني أدور غاز مثلا كنت أدور غاز وكل من سرت شركة سرت عدة شركات اللي ماخذين الغازات مال بيتي بيت بضبي من أكثر من 25 سنة سرت لهم الشركات لقيت الأفران 27 و30 و32 ألف الفرم الواحد خيبة قلت شاء الله حادني قلت الأهل قالوا بلاك ما تدخل تشوف نون والله يا أبوك يوم دخلت شفت نون ولأن حتى أخير عنهن هاي اللي عندي أنا وشلكم على 7,000 مرة 6,700 أو 7,600 وست عيون من الكبار وداخل بطني شل ذبيحتين اللي بيصير يدخل يوتيوب بيطالع الفرن اللي أنا أخذته أمسات وصلوا برسم الخدمة لين البيت وركبوا له الوايرات وركبوا كل شيء مرة عدو اعتناد رقم 1 ولايتي سامانهم كل ولايتي على بطنه وظهره دفع تروم تدفع بالفيزا أو تروم تدفع كاش ما عندك بيزات معسر من عسرك لين يسرك يقسطوا لك بالاقساط المريحة لين تقول بس لين 17 انطاف أبوي 17 طاف فات الفوت ما ينفع الصوت وعليك بلولة لو فيها أبوي نتف الحق
لين ابوي تبع تاريخ 17 عقب ابوي انا ما يخصني. عندكم الخصم والكود الحين بينحط لكم وانتوا عاده ابصر بعماركم. بغيتوا الرخص، بغيتوا الشيء الموافج، بغيتوا الشيء الزين، بغيتوا الشيء الولايتي، بغيتوا الخدمه الفنانه، التوصيل السليم، بغيتوا الشيء السريع، بغيتوا الشيء المضمون الاصلي على بطنه وظهره. وفي البلاد ومن البلاد وخيار التغيير وخيار الاسترجاع كل زاهد وكلنا خدامك يا البرمه رجال منا والحرمه. غداية هالبذيحات اللي عليها رضوان من الله واللي يقول بلاك ما تطرون البدح ما تطرون نحب الم... لا الب... كل سمكة مشواية طازة فرش ما نطر بطنها وبالأخص البدح والقابطة والبياحة وكل السمكة اللي أغلبه أغلبيتها ولا نحط فيه لا أبزار لا همك الله لا هم يحزنون مليحة بس غير المليحة ما شيء. شكرا عفان ما شاء الله علي مرة رقم واحد تبارك الرحمن عيني علي باردة شو رأيك؟ ما يبارع ما شاء الله ما شاء الله علي ها هذا مفاجأة الموسم أي موسم بعد أنت أنا هي أنا جاي من الإسكندرية وها هذا ولدك يا بلي جزاه الله خير ويا بنا حيد مسكر كم خرط تراني قلت فيه يا بنا مبطل والله يا ربي هذا الآدمي شو مشكلك أنت؟ والله انت مشكلة يا بوك شو بتنقع يا رجال بتنقع بيش تكون عليه في الامم المتحدة قال ودي ولدنا صاحي اشتكوا عليه عندكم يا اشتكوا عليه ودنا صاحي يتوالد والله يا ابوكم يا نروح يا سرطة ما تشوف عينه من يشوف قرطاسة دلا ويه فيها مطعم دلا رقبته فيه بب بب بب. اي جدر كشف دلا راسي فيه انا ابو شو انت حتى لو جدر مريس دلا رقبته ها تفضل صلاح علي قم عاد قم لا وصلنا مش اشرب قهوه صدق والله يا رجال منو هو هذا سالم الخليفي سالم اي في مرحبا اخوي سالم متغدين هنا الله يسلمك وين بتذكر ابوي وين بتذكر الله يحفظك ايش حاكي يا سالم كيف انت شرفنا بشوفك ابو زايد مرحبا ابو زايد زين شوي شوي عاد على شوي شوي بعد اقول لك يذكرون ابو زايد ما بصاحي الرياي عازل عمرك هنا وخيبه خير شو شو يتحرك الكرسي جري برخب عبر رخا صلاح تحف العرب قول مش حالها خذ علومهم حبيت ابراهيم شوف اخ عليك صلاح دق على بطنه لا شويه شويه حبيت صلاح بعد وحده بعد وحده لا 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 خاطر صلاح بس خلاص صلاح ولا بس خلاص هل بيحبك انت حبني لا تعال بعد ايه صلاح وين صلاح بركه طيب صلاح صلاح مثها خلاص كي سودا الحبه بعد صلاح يلا اكثر انسان في الدنيا جز هو حتى انا شو هذا صلاح حبيت اجوز انت اجوز اقولكم نحن الحين موعد ايش اسم الفندق هوليدي ان في ياس مول لا في ياس ايلاند عندنا موعد مع الجماعه اللي خبركم عازمين على العشاء ان شاء الله اجتماع عمل الله كريم وبيكون الساعه 8:30 قالوا لنا نكون موجودين هناك صلاح اخ عليك اي هو يا رجال ها سجر ابراهيم الحين دوا دوا ما شو حب دوا حق شو الحب انا وليت حق شو تباه لا سمح انت اخذت حب مسهل ايه مسهل بطنك ايه الحمد لله زين اخ عليك كفين اخي تخ عليك يا صلاح الحين الله يحفظكم نحن تاونا محركين بالبيت المفروض الساعة 8 نكون هناك الحين 8:10 نحن ما وصلنا وثار موعدنا بوي الساعة 8 وانا اتحرى 8:30
وهذا كله من هذا اللي ما يحب الاكل. ها شو تاكل ابو خليل؟ يا ربي محمد مرتني في اسكندرية تمرتني بعد الحين. هذا هني هذا شو اللي تو ضايع؟ هذا هذا قصع قيلي واللي في ديك كل قصع قيلي. هذا والله مال ابراهيم واللي ما زرب الغوبك شو هذا؟ بس اسب الصدقوني وما اقولكم ابوي ثرى الموعد في كراون بلازا وانا قلت الهوليدين زي شد ايش دراني كراون بلازا تشابه الهوليدين. والله يبوك اول مره بحياتي انا هالمكان. يا ابوك من بلاد 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 والله يا ابوك ما تحرى عمرك انت في هالمكان ولا بحياتي وصلت هالمكان. عجبه عجبه ما يتركني اصورها الحين. ابتدي انا اولا هاي الجلسه الله يحفظكم تعارف بين الطاقم التمثيلي والمخرجين والمنتجين وكل الجماعه حاضرين من صحافه من اعلام من تلفزيون من كل مكان. اولا اللي على يساري هذا الرجال المخرج احمد زين بارك الله فيك. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يحفظك. سعيده والله شفناك والله. احنا اسعد والله من زمان ودنا نشوفك. لا خلينا منك لا خلينا منك بارك الله فيك. وهذا المشرف العام هالفنان منور يا ابو محمد. هذا راكان اسم على مسمى راكان وهو شيفت شيفت راكان الويه ويه راكان جسم وزنود ويعني وحتي هالنمونة كل واحد راكان يجيك هالنمونة ما شاء الله عليه. هي والله. وهاي الله يحفظكم الفنانة المعروفة ميتة محمد فنانة كيوت ونعومة ومحشرات والله يحفظها. وهذا شيء طبيعي المهندس منهل مدير أعمالي هو اللي عدال إبراهيم توفيج الأخ الفنان الفاضل أحمد صالح نعم وفيصل بن أحمد المدير التنفيذي لشركة إكسن موفي. وعندكم الله يحفظكم من والمؤلف المميز الجميل الفنان سيف الشامسي هذا مؤلف العمل المميز إن شاء الله. واللي عداه له الله يحفظكم الأستاذ إيناس من جريدة الإمارات اليوم. واللي عداه له بعد الأستاذ عبير من جريدة البيان والأستاذ علي داود جريدة الخليج. أبو سويلح فنان يشار له بالبنان ومعروف. وهذا الرجال الله يحفظكم هذا اسمه التامر وكل واحد تامر اي ما انت بحياتكم شفتوا حد فنان اسمه تامر؟ كل تامر حتى لو من اي بلاد لازم يستوي جميل مجرد يعني اي تامر حسني وتامر ما ادري بنوته كلهم حلوين ما شاء الله عليه الله يحفظه. ترى تامر بارك الله فيكم جريدة الاتحاد الجريدة الرسمية المتعارف عليها من قبل لك 600 سنة. هذا الرجال ابوي عيد الظاهري فنان ومذيع ومعلق وله وجود في كل ساحات الفن وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا بسياره ليش لا بكون وياك بسياره زيش علي ما شي مشكله ابركب ساعه حبيبي الله يسعدك الله يحفظك ان شاء الله. طبعا العمل من تاليف الكاتب سيف الشامسي تعتبر هذه اول تجربه لسيف في مجال السينما لكن كانت له تجارب كثيره يمكن مع مطربين إماراتيين أمثال سعيد سالم خالد محمد وله أغاني نجحت على المستوى الخليجي. سيف حب يغير يمكن تكلمنا إحنا قبل رمضان قال في بالي فكرة قاعد أركبها ولا وهي فكرة الفيلم اللي يحمل عنوان أزمة مالية. القصة قصة يمكن الكل مرت في حياته الكل يعيشها. أنت اليوم لما تكون في رخاء وتكون مرتاح الكل حولك لكن لما تتعسر أمورك وتصعب الحياة تبدأ تشوف الشخصيات الحقيقية اللي تبقى معك والشخصيات المزيفة اللي كانت مرتبطة معك لمنصب معين لشهرة معينة لمال معين. فهي هذه الفكرة واللي راح يجسدها لأول مرة هو تحدي كبير وأنا أتوقع إن شاء الله يعني الكل مراهن. يعني أنا أشكر سيف اللي لما اختار هالمرة اختار بطريقة مختلفة. دائما الواحد يقول أبو سعيد كانت له وجهة نظر قال أنا مقتنع في شخصية تابعها صار لي فترة طويلة ومتعايش معها ومستمتع وتنومس معها شخصية خالد الخالدي. طرح الموضوع على فيصل في بادي الأمر تناقشوا في الموضوع لقوا أنه فعلا شخصية مميزة
اقل حاجه بغض النظر عنده تجربه سينمائيه ما عنده تجربه سينمائيه محبوب لدى الشعب الاماراتي. بعد ذلك جاء الاختيار الثاني من الشخص اللي ممكن يرافق بنقول الفنان خالد الحين ما راح نتكلم على الاساس ما هي ما مش تجربه. الشخص اللي يصعد من السوشيال ميديا للسينما والدراما لازم جميعا نطلق عليه فنان ولا نقول لهم هذه جماعه السوشيال ميديا مش تقليلا لكن خلاص فنان تغير المنصب من مكان الى مكان اخر. فانا ابوك مبودي فنان هبت فنان استويت وانا فنان فقلنا افضل شخصيه اذا ما كنت فنان والله اللي فنان خالد الخالدي فنان وايد موهبه كبيره كان احد نجوم المسرح في التسعينات في العين ما شاء الله. يمكن هاي الامور اللي الجمهور اليوم ما يعرفها بكون عيد ابتعد فتره طويله لكن انا واثق ان الجمهور الاماراتي راح يستمتع بلهجه اماراتيه جميله قبل لا نقول تمثيل لهجه اماراتيه معاني اماراتيه شيء مختلف. هاي التجربه انا من الحين اقول لكم تجربه نجاح ان شاء الله. التجربه ما راح تقتصر فقط على الاستاذ خالد الخالدي او نطلق عليه اليوم الفنان خالد الخالدي الفنان عيد الظاهري كذلك مدعومه باسماء جدا جميله وهالاسامي محتاجه فرصه وصدقوني تكون ارقام كبيره في الساحه الاماراتيه والخليجيه مثل الفنانه ميثا الفنانه فدوى سلام. طبعا فدوى سلام من اكبر الناشطات في السوشيال ميديا في عمان فنانه جدا جميله محتاجه فرصه واشكر الجماعه اللي صراحه كيف فرزها وكيف اختاروا انا ما اعرف بالاضافه الى صويلح احد نجوم نقول انستغرام بس احنا حابين نقول فنان ما راح نطلق عليك راح تاخذون بريف عن الفيلمين. هذا الفيلم الاول في فيلم ثاني كذلك المخرج احمد زين بعنوان ابتاع كله قصه شخص كله مصري ملعوز الكفيل راح تاخذون بريف عن الفيلم وراح تاخذون عن الشخصيات المشاركه. الحين لو عندكم اي اسئله حابين توجهونها للفنانين نقول الفنان خالد الخالدي الفنان عيد الظاهري اللي هو يعتبر احد اعمال نجاح في المطحي يلا عاد بساليكم حسب ما نحرق الحدث ولا نحرق موضوعنا بس بنرمس وياكم مره ثانيه يلا لا ابراهيم خلوا مخفي بويا بروحه ياخذ الجو على الله خليته كل الحين رمس ويت على ابراهيم جزاك الله خير ماجور استاذ راكان دخيل بعدك خبرنا شو عن الرجال هذا اضحي ايه هذا من العوزنا يا ابو محمد انت تعرف احنا ليش متاخرين مو كفنا يصلي لا اله عاد يصلي مرتين يصلي مرتين ايه مرتين عاد شو السالفه طبعا احنا في تحدي يعني طبعا جمهور خالد الخالدي موجود معنا ويسمعنا على السناب شات احنا نبغي نكسر رقم فيلم اضحي في ابو ظبي واضحي ان شاء الله بيكون اول الداعمين لكسر الرقم يعني من 2016 جميع المخرجين الاماراتيين وجميع شركات الانتاج الاماراتيه حاولت تكسر رقم اضحي بكل ما حد رام لحظه اه تذكرت هذه ايه. اذكر الشيء الثاني اللي انا قلته هناك قبل اني الى هذا طبعا احمد تنبأ قال هذا راح يكون اقوى عمل اماراتي جماهيري في تاريخ السينما الاماراتيه واحمد اول شخص قال لي انا جاي مع بكون معاكم في التيم وما اريد حاجه يكفي اني اكون مع الاستاذ خالد ونحط معاه اول خطوه في تألقه في السينما الاماراتيه يعني لسبب الفنان خالد حلوه الفنان خالص صدق شيء جديد هي شيء جديد خلاص ما حتى ما ابراهيم يغير لا والله فنان والله كتبت النفس اني غير رايي يعني يعني والله انك ما شاء الله عليك يعني شخص محبوب وتدخل القلب على طول جزاك الله فأنا اول ما ذكر لي راكان انك انت راح تكون موجود في العمل فقلت له والله العالم هذا العمل راح يفاجئكم جميعا وهذا العمل هو ازمه ماليه نعم وفي اخر العمل يصير انفراج هي هي فهذا العمل راح يكون حقيقي 100% ان شاء الله يعني حبي يعطيني شيء حقيقي عيد قرا النص لان روح طيبه والفنان خالد ذكر جمله جميله جدا سر نجاحه اللي هو بساطه الإنسان هذا نقي من الداخل واللي في قلبه على لسانه فهذا سر عظيم من أسرار النجاح لذلك أنا أراهن أن هذا العمل راح يفاجئ يعني بتكون معنا في أيام التصوير إن شاء الله بس بيض الله وجهك كل الوقت طبعا إن شاء الله بارك الله فيك إن شاء الله تسلم تعطونا الجو ثاني
اتكال من بعد الله سبحانه وتعالى واتكالنا على الله متكلين ابوي عليكم انتم هل بالاعلام هي نعم انتم ابوي الله الله فينا بالاخص انت عاد طلبه تامر ايوه تامر تامر وفنان لازم تبدا طبعا ان شاء الله يا رب الاستاذ ايناس انا اعتبرها العميده ما شاء الله ست الكل ست الكل يكفي انها من مصر هي يا الله بلاد ايناس الدقيدي سادة عبير نعم. شو السؤال اللي وجهتي حق الأخ إبراهيم؟ عم بسأله أنه هيدي أول تجربة هي. وكيف يعني حب أنه يظهر قدراته التمثيلية أو حاسس أنه ممكن يظهرها نحن ساكتين نسمعك انزي تفضل أوكي صحيح صح هاي واحدة هاي واحدة هاي واحدة ثانية لا لا إن شاء الله صادق صادق صحيح هاي صح وين الجواب؟ وين الجواب؟ ما سمعني صحيح وصادق انت سكت انا لا شو تمثل هو استاذه شو تمثل في المدرسه شو شو مثلته طبيب هذا شيء صباحي هذا صباح والله لا 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 ما له وادم تعالج على المخدرات يعني وهو اللي بيع وهو اللي بايعهم لا حشا ها الفيلم في الفيلم تعالجهم انصح يا سلام عليك الخلف شوي كمان شوي شوي كمان شوي اوكي ايوه هلا ابتسم مستانس يلا مبسوط ايوه ابغيك كانك مستانس أيوة أيوة. السياره السياره هاي جاي على ال... هني السياره يعني كيف روح روح خلي 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 اوكي ثانيه محمد ممثل انت هذا هاي فنان هاي لو واحد ما يفهم بيتم ساعه كيف بيستدعي السياره وين فنان والله هو أيوة. اول سنه ضابطه ما شاء الله أنا فنان انا بقولي فنان بس خلي شوي اسمع هذا الصوت ايوه واعمل لي يلا لما اشوف وجهك كي ما تحبك حلو لا لا ضبطك معتز طيب الحين اطلع رياكشن نفس اللي حكيتهم بس التمثيل الرياكشن نسيته يعطيك العافية محمد بس تعرفوش ابراهيم بس يحس بالشهره كيف يصير ايه ينسى عمره شنو ما زين يعمل قطاره درا ها كل ما يمر ما يفهم كل ما ينسى ما بدخل روح خلنا نخلصونا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله تعشيتوا انتوا لبعكم لا بعد الحين انتوا خلصوا وخلص تصوير هي هي هذا انا هذا الحين عقب ما عدلوني زينوني ها صديق اكله وي حق التصوير كم غادي نمثل من هالكبار شكرا شكرا على حسن الضيافه لا خلينا ضيافتك لا خلينا من شاء الله ضيافه بتكون ان شاء الله عندنا ان شاء الله ان شاء الله جماعه هناك كلهم هناك انت تعشوا الجماعه ولا بعدهم الحين يتريونك لكن بدوهم يعني ها زين شعري ما زيني ما زيني ولله الحمد تم إنجاز مرحلة تصوير البوسترات للفيلم العربي الإماراتي المميز اللي بيكون من أبطاله خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي وإبراهيم الظاهري إن شاء الله بيكون فيلم مميز وجميل وخفيف على الكبد وله قصة وله معنى وله له مكانه وله تأثير إن شاء الله إذا الله جعلنا بالحيين هذا أولا والأمور طيبة وشيء طبيعي حين أكلمكم أنا أقدم لكم الكلام هذا لأن باكر شيء طبيعي بيظهرون شو اللي مستوي أنا أبو ما شيء كوادر أنا أبو لم السوشيال ميديا لين تسلمه هي نعم ها يوم الله يكتب كل شيء بيستوي كل شيء عند الله لمح البصر كن فيكون يوم الله سبحانه وتعالى يريد كن فيكون مش علي من الوقت أقولكم أبوي ما علينا أبوي نحن من الناس السلبيين اللي قزروا طول حياتهم يعذربون ويكسرون بالمياديف الخير خيرنا والشر الغيرنا والدنيا أبوي راكبها محول وليه بيركب بنقود به ليه بيركب بنقود به ولي ياخذ أمك
استوى عمك رضيت ولا رضيت يا البنادم؟ نزيد ولله الحمد اجتمعنا مع الجماعة واستوى التصوير، تصوير الكاست كامل مع الجماعة، وصورنا مع الشباب كلهم الممثلين المخرجين المنتجين أنا والأخ إبراهيم، وكان شيء لقاء شيق وجميل وإيجابي بكل ما تعني الكلمة من معنى. أقولكم سمعتوا بهذا، يقول لك يا من أمسى فقير وأصبح غني، أمسى فقير وأصبح غني، هذا حال اليوم أنا وإبراهيم. عنثر الليل عزمنا فنانين، يا عجائل الله يا عثرتنا. لكن إن شاء الله ها إبراهيم فنان إبراهيم تعال ياي تعال حق يشوفونك العرب. شو رأيك؟ أنا بعدني ما سويت فنان بمحمد. لا من عقب هاك حطوا لك الميك اب وصوروك وما أدري شو، خلاص فنان. أي والله بعد الفنان، بس مني يلسونه حطوا له ميك اب وعطوه ورقة وما أدري شو وصوروه، هذا الفنان. بس إن شاء الله في الفيلم ما نصوقع وايد. لا 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 ما في صوقع. يمكن في ادوار فيها ضحك. لا لا ما بمال ضحك، انت حاطينك العالم مجرم. انا مجرم؟ هي والله في الاهل ما يوحى ان انا مجرم مسكين. الله اكبر، اذا انت ما مجرم. والله يا ابو محمد انت المجرم والخطير. استغفر الله العظيم. قال اسمه يا مرحبا فهد الشمري جاينا من هالمكان من لجنه اداره مهرجانات وبرامج الثقافيه والتراثيه ابو ظبي. بارك الله فيك وجايب لنا هالدعوه. اي تشرفنا بحضورك ان شاء عيوني الله. عيوني وهاي وهاي صوغكم هاي مو بقدرك وبليوه هناك. ما شاء الله ما شاء الله، هذا خلاصه. ها خلاص وهابو دباس وهذا شو اسمه نسيت اسمه وهابو معان والانواع الانواع هاي هذا هذا ما بخلا ما بخنيزي لا تعتقد خنيزي والله. خنيزي لا لا خنيزي هذا اخ نيز إيه خنيز لك ما شاء الله حبت كبير عسبتي استغربت لا تو هذا طايح الحين ما شاء الله ما شاء الله وهالكتيب وهالكتيبات المهرجان توكل على الله وتشرفنا دعوه مقبوله وعيوننا تيكم عيوننا تيكم ما قصرت شكرا بارك الله فيك تبون تعرفون نحن ليش هني؟ أخبركم؟ أنا بخبرهم. أخبرهم. أبو ياسين نسوي ترتيب لجل إنجاز فيلم إماراتي مميز أبطال ناس منكم وفيكم عايشين وياكم صدق ومساء قصة واقعية وواقعنا اللي نعيشه مش شيء تمثيل أو شيء من الخيال. قصة الفيلم قصة من أروع القصص، شيء جميل. كل إنسان سمع عن الإنسان اللي الكرم البذخ، البذخ ترى فرق بين الكرم وبين البطرة. نحن الفيلم هذا فيلم واحد بطران ما بجري ممنوع عاد البطران أو أنا إنزين وبعدين هي والله أمور وايد أخلاق بتبين في الفيلم ان شاء الله ان شاء الله متفائل ان شاء الله زين خالد نقول لهم يترايوننا متى ما ادري عاد ايش دراني نسيت مو بالحين صح مو بالحين في الشتاء شهر 9 شهر 9 ابوي لا شهر 10 شهر 9 التصوير شهر 9 التصوير وشهر 10 ها بتشوفون ابوي الدنيا مولعه اي نعم